ولعل الكثير يتوقف على موضوع صلح الإمام الحسن مع معاوية وحركة الإمام الحسن عليه السلام مع الواقع أو في ظل الواقع والبيئة السياسية التي كانت موجودة والعلاقة مع القاعدة والقيادات، قيادات جيش الإمام الحسن، وفيها دروس كثيرة، وسيرته العطرة بها كثير من المعطيات. الآن أفكار الأولية التي حاول أقدمها في هذا اللقاء لأستثير بعض التساؤلات ويدار على أساسها الحوار أو توسع، موضوع الثقة. وكل دولة بمعنى الحضاري، الدولة بمعنى مكونات الدولة، هي أن يكون هناك عقد اجتماعي، دستور، مؤسسات، قوانين، ممارسات، وهذه المظلة السياسية التي تحتضن الناس ويدار شؤون الناس في إقليم معين تسمى الدولة. عليكم السلام. في عنوان من مرتكزات أن تكون هناك دولة في البعد السياسي والبعد الحضاري والبعد المدني، البعد الذي يتحدثون عن في الديمقراطيات، هي عنوان الثقة. فوجود الثقة وغياب الثقة معطى من معطيات أننا فعلا نعيش في دولة، ومقدار هذه الدولة وأي نوع من الدول التي نعيش فيها. في عنوان آخر، عنوان الاستقرار والأمن، وهذا العنوان الاستقرار والأمن يأتون به خصوصا عندما يتحدثون عن الخليج، يقولون أن المنطقة أكثر استقرارا، والقصد من هذا الاستقرار عدم وجود الحراك السياسي كما موجود في مناطق أخرى، أو عدم وجود العنف كما هو موجود في مناطق أخرى أو ما شابه. ولكن هذا الاستقرار السياسي هو ليس مبعثه الثقة والاطمئنان والحركة الطبيعية، وإنما مبعثه شيء آخر، عنوان الأمن وسيطرة الفكر الأمني على الفكر المدني وفكر الدولة المدنية والتي يشارك فيها الناس. فعندما نقول الثقة التي تحقق الاستقرار، لا نعني الاستقرار الذي يأتي من الفرض القبضة الأمنية والعسكرة. فالثقة، العنوان الثاني، هو جزء من عملية بناء الاستقرار وديمومة الاستقرار، ولكن الاستقرار ليس الاستقرار الذي قدمت له، وهو فرض القبضة الأمنية وأن الناس ما تقدر تتكلم، فيرى المشاهد من بعيد أن هذه الدولة مستقرة. لا، دولة غير مستقرة، يمكن في بركان، ولكن القبضة الأمنية والسيطرة الأمنية هي اللي جاعلة هذا البلد أو هذه الدولة بالعنوان السياسي، وكأنما هي تعيش في حالة استقرار، يعني أن الناس راضية وأن الأمور. عليكم السلام الخالد، شحوالكم، حياكم الله. فأن الأمور تسير على ما يرام. فالدولة بعنوان التشريع يبدأ من الدستور، ثم القوانين والمؤسسات التي تنبثق، الممارسة والمراقبة والمحاسبة، العناوين تفصيلية فيها. كيف تزرع هذه الثقة وما هي عناصر هذه الثقة؟ عناصرها أن أنا أكون جزء من هذا الشيء. من أهم عناصر الثقة إحساس الفرد أن هذا الشيء الذي أثق فيه أنا جزء منه. جزء منه بمعنى شنو؟ جزء منه أن أنا مختارنه، جزء منه أن في آلية تحسسني أن هذا الشيء يخدمني، يحميني، جزء منه أن لي صوت فيه، أنا موافق عليه، أنا أطمئن لمن يعني جاء بهذا الشيء. فإذا ما أكون أحس أشعر أن أنا جزء من هذه المنظومة، يعني بعنوان الدولة في مكوناتها، إذا ما أحس أن أنا جزء من صياغة هذا الدستور ومن إقرار هذا الدستور، ولا من
ما أفرز من خلال هذا الدستور كتشريعات وما شابه، أنا ما أكون جزء من هذا الشيء. الآن ممكن أرضى عنه بعنوان آخر لما أحس أن هذا الدستور إحنا ما قريناه في 73، إلا بعضنا كان طفل وبعضنا كان مو موجود وبعضنا يمكن كان موجود، بس هو ما كان في العملية. بس الحين لو رجعنا إلى الدستور واطمأننا إلى من قام بإقرار الدستور وعملية إقرار الدستور، نحس أنه جزء منه، جزء يمثلنا. بس لأن دستور 2002 لحنا جزء من إقراره، ولا آباءنا وأجدادنا ولا الآلية هي جزء من اللي إحنا نشعر أن إحنا جزء منها حتى ومن طريق غير مباشر. فعنصر أني أنا أكون جزء من هذا الشيء واللي يتحصل عليه الثقة ما موجود، فهذا يضعف عنوان الثقة. يأتي العنوان الآخر هو الاتفاق مع هذا الشيء، يعني الدستور أو المؤسسة التشريعية أو المؤسسة القضائية أو ما شاء. يمكن أنا ما أكون جزء منه مع ضرورة هذا الشيء، لأن إذا كنت جزء منه ولو اختلفت إياه بعدين يقولون لا أنت كنت جزء من العملية ولازم تقبل به. لكن أني أتفق معه، يعني أشعر أن من صاغ دستور 73 في ذاك الظرف هو حقق طموح معينة إلي، فأنا أشعر أن أنا متفق إياه، أو على الأقل هذه العملية بهذه الكيفية. في عنوان آخر على أساس أسرع في الحديث، عنوان العدالة، يعني أشعر أن في هذا الشيء في عدالة، سواء كانت مؤسسة، سواء كان دستور، سواء كان قانون. يعني لو استعرضنا مجموعة من القوانين، يمكن مو الكل يشارك في صياغتها، الشعب ما يشارك في صياغتها، بس ممثلين الشعب يشاركون في صياغتها. فإذا جينا لقانون الجمعيات، قانون التجمعات، قانون الجمعيات الأهلية، قانون التسجيل العقاري، قانون المدني، ما شابه، قانون العقوبات، إذا لا إحنا جزء منه ولو بطريق غير مباشر، ونشعر أنه لا يحقق العدالة، يعني ما في مفاهيم العدالة، أنا لا أثق في هذا القانون، لا يمكن أن يطبق عليه هذا القانون ويقول لي أن هذا القانون موجود، لأنه جزء من مكونات الدولة. وخصوصا إذا جاءت من يمارس أو يفعل هذا القانون علي، أنه يمارسه بطريقة تعسفية أو انحراف في استخدام هذا القانون، وخصوصا هذا عناصر، وخصوصا إذا ما في رقابة على من يمارس هذا القانون علي، بمعنى أن ما في أحد يحاسبه إذا انحرف في استخدام القانون، فأنا ما أكون عندي الحصان ولا عندي الجهة التي أتظلم. يعني في قانون ديوان الخدمة المدنية يجب أن توجد جهات تظلم في كل الوزارات. الحين هذه الجهات التظلم إذا موجود في تمييز، إذا غير موجودة وفي قانون يقول بالعدالة أو ما شابه، معنى القانون مشوه الآن، يعني أسوأ قانون ديوان خدمة مدنية موجود في البحرين. فنجي إلى حتى وجود جهة أني أتظلم إليها ما موجود، وإذا وجدت هذه الجهة التي أتظلم لها عنصر آخر، أنها لا تنصف، يعني في شكل الآن من أشكال المكونات الرقابة. مثال على ذلك اللي هو ديوان التظلمات، وحدة التحقيق الخاصة، المفتش العام في وزارة الداخلية والأمن الوطني، الآن وحدة مفوضية السجون والمؤسسات الإصلاحية. هذه وإن كانت تحاول أن تظهر أن هناك عملية تظلمات أو مؤسسات تظلمات أو آلية تظلمات، إلا أن فيها خلل. أولا آلية انبثاقها مو متفق عليها، مو جزء منها، مو مقرينها إحنا، أحادية حتى لو تكون جيدة. وإذا كانت جيدة، من يتولى هذه المؤسسات معين من السلطة ما للشعب، ما لأي دور في هذه المؤسسات. بعد ذلك فاعلية هذه المؤسسات كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو ديوان التظلمات أو ما شابه في أن تنصف الناس، فيخرج من كل هذا الحديث أن عنصر الثقة في الدولة من خلال دستورها، تشريعاتها، مؤسساتها، من يقوم على
إدارة هذه المؤسسات وممارسة الوظيفة لكل جهة تنفيذية، عليكم السلام، تنفيذية، تشريعية، قضائية، أمنية، مؤسسات تعتبر أنها نوع من يعني التدقيق على ممارسات الدولة، كل عناصر الثقة التي يمكن أن ينحو لها الشعب بحيث أن يكون هناك ثقة في هذا النظام، ما في هذه العناصر. تأتي الممارسة وتزيد الطين بلة على ما يقال بأن من يكون داخل هذه المؤسسة وظيفته مو وظيفة الدولة، وهي حماية كل المواطنين لهذه الدولة، كل من يعيش على هذا الإقليم حتى غير المواطنين، وشراكة كل المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة هذه الدولة. هذا العنصرين أساسيين في الدولة. فيأتي هذا الغياب الحماية ويأتي غياب الشراكة، فتنفرز المؤسسات وإن كانت تتطابق في شكلها مع الدولة الحديثة، إلا أن هذا العنوان لا يعني يأتي بالثقة، فتنعدم الثقة، فتكون هناك مشاكل سياسية، ويكون هناك اضطراب، ويكون هناك بحسب قابلية هذا الشعب الذي يدار. إذا كان هذا الشعب مناضل، وإذا كان هذا الشعب عنده رؤية واطلاع وثقافة سياسية وحراك مدني وحراك سياسي وحراك ثوري، فإن هذا الوضع لا يستقيم، فتقوم هذه الأجهزة باستخدام نفوذها وسلطانها وقوانينها الغير موثوقة من الشعب والغير منبثقة من الشعب في مزيد من القمع، ويأتي الرد من الشعب بمزيد من الصمود. الآن في البحرين نحن ننحى إلى السلمية بدرجة كبيرة جدا، لكن في بلدان أخرى لو استعرضنا الموضوع يمكن تروح إلى حرب أهلية، يمكن تروح إلى نزاعات، يمكن تروح إلى انفصال، وخصوصا إذا كانت الدولة كبيرة وفيها مجموعات كبيرة. هدف من الحديث هو أن أي مشاريع وهمية لا تبعث على الثقة التي تنبثق من كون الشعب جزء من هذه المشاريع، يعني من انبثاق وصياغة هذه المشاريع وتركيبة هذه المشاريع والمؤسسات والممارسة وأدوات الرقابة عليها، على أساس أن تحصن لو واحد سولت لنفسه ووصل إلى هذا النظام أو هذه المؤسسة أو هذا الموقع، وأنه ينحرف عن استخدام السلطة أو ينحرف في استخدام القانون. كل هذه المشاريع ستتهاوى، خصوصا مع وجود شعب مثل شعب البحرين عنده من الحراك النضالي المستمر إلى أن يصل إلى دولة المؤسسات والقانون الطبيعية. فنقول أن كل هذه المشاريع اللي يمكن تسوق لها السلطة ستكون فاشلة. هذا واحد من عناوين اللي احنا لما احد يناقشنا في موضوع نروح الحوار ما نروح الحوار، احنا نروح الحوار واحد من المواضيع مساواة، تمثيل الشعبي، الثقة، كيف نبني المؤسسات، هذا من عناوين اللي احنا نوصل وجهة نظرنا في هذا العنوان على اساس ان نصل الى الدولة الحقيقية التي تمثل الشعب والتي تبعث على الثقة في الشعب ومن الشعب، تبعث في هذه المؤسسات الثقة من الشعب، على أساس أن يكون هناك يعني انتقال حقيقي إلى بث الإطمئنان إلى هذه النفوس، على أساس أن أي دولة هدفها الأسمى هو ازدهار الإنسان ورخاءه. إذا هذه المقدمات ما موجودة ما نقدر نحقق هذا الازدهار، لأنه بيكون في فساد، بيكون في ظلم، بيكون في إقصاء، بيكون في تمييز، بيكون في هدر، بيكون في عدم إنتاجية. فكل هذه العناوين لن تغني إذا ذهبنا إليها. الآن آخر مفردة، زين، في بلدان ونسقط على واقعنا في البحرين فيها مكونات مختلفة، وأيضا هذه المكونات لها أفكار مختلفة ولها هواجس مختلفة، وتقول إحنا لا نثق فيكم، وهؤلاء يقولون نحن لا نثق فيكم وما شابه. أنا لن أدخل في تفاصيل هذا العنوان، ولكن راح أذهب إلى
هذه المفردة الأساسية. الثقة في الدولة لا تبنى على الأشخاص، الثقة في الدولة تبنى من خلال الإطار التشريعي، دستور، قوانين وإجراءات وآلية مراقبة هذه المحكمة الدستورية، وأيضا إجراءات قضائية أو إجراءات نيابية إذا أحد في شقين، المسؤولية الجنائية والمسؤولية السياسية، رقابة البرلمان ورقابة القضاء، رقابة المجتمع المدني والصحافة وما شابه. في هذا الإطار الثقة تبنى في هذا الإطار التشريعي، وأيضا تبنى في الإطار المؤسساتي. يعني إذا أردنا أن نثق، مو مطلوب أن نثق في رئيس الوزراء ولا الوزراء كأشخاص، المطلوب أن نثق في مؤسسة رئاسة الوزراء والوزراء، لأن إذا وثقنا في هذه المؤسسة، وشلون نثق في هذه المؤسسة؟ أن تصاغ على أسس تبعث على الإطمئنان. اليوم لو قلنا أن احنا لا نثق في رئيس الوزراء الحالي، وفقط نريد أن يأتي رئيس وزراء نثق فيه، ولم نحصن ذلك من خلال آلية انتخاب أو تعيين أو أي شكل، أن كيف يصل هذا رئيس الوزراء إلى ذلك، يعني ممكن أن نذهب في مرحلة الأداء الوزاري يكون جيد ويمكن لكل الناس، ويمكن يكون له فئة محدودة، ولكن عند موت هذا الشخص أو مرض هذا الشخص، أحد ينفي أن هذا يمكن يحصل، أو أن تغيير هذا الشخص ويأتي شخص آخر سيء، ينتهي كل شيء. لا، الدول لا تبنى على الشخص، يعني مو لأن كارهين شخص نقول لازم يتغير الشخص ويتبقى المنظومة التشريعية، تبقى الدستور، يبقى آلية اختيار رئيس الوزراء والوزراء والنواب والقضاء وما شابه. لا، الدول تبنى على أسس المعايير والآليات التي تحقق ما قلت من عناصر ثقة، يعني اختيار الناس، يعني ضوابط تشريعية، يعني التزام بالقانون، يعني محاسبة، يعني رقابة. هذا كله إذا لم يصاغ في النظام السياسي لا يبعث على الثقة. هذا في شقين، هذا في شق لكل المواطنين أن يثقوا في النظام السياسي والدولة والمؤسسات، ولمن يقول إذا اتجهنا إلى الديمقراطية وهناك غلبة إحنا لا نثق فيكم، ويستحضرون المشهد العراقي، وكان المشهد العراقي بس فئة معينة اللي تقتل، ما هذه التفجيرات تطال من الآن أكثر شيء وما شابه، من غير الدخول في هذه التفاصيل. إحنا لا نريد منكم، من أي أحد، أن يثق في أشخاص أو يثق في طائفة أو لا يثق فيها. نحن نريد أن نصيغ نظامنا السياسي على أساس مو بس أنتم تثقون في النظام، إحنا نثق في النظام، أولادنا يثقون في النظام، أولادكم يثقون في النظام. فلا تأتي الأمور على أساس الثقة الشخصية أو الثقة في المكونات، أن لو هذه الطائفة هي التي تصدرت الحكومة وتصدرت الدولة وسيطرت عليها، أن نثق في الطائفة لو ما نثق في الطائفة، يعني في عناصر مختلفة من كل الطوائف. الآن إذا الحديث أن هناك تجارب فيها رؤساء وزراء من طائفة معينة وفي مشاكل، فترى الدول العربية والإسلامية غالبيتها من الطائفة الثانية وفيها مشاكل، يعني هل يجب أن نقول إذا وصل من طائفتكم رئيس وزراء لأن في ذيك البلد اللي فيها من نفس الطائفة رئيس وزراء ورئيس جمهورية حتى منتخب هو ظالم، فيجب أن لا يصل أحد من ذي الطائفة إلى رئاسة الوزراء؟ لا تقاس الأمور بهذه الطريقة، تقاس الأمور بالضوابط التي ممكن أن تحصن أي خلل يبعث على أن الناس لا تثق في هذا النظام السياسي أو ذاك النظام السياسي. أعتقد أن أكتفي بهذا القدر من المقدمة على أساس أن يعني نذهب إلى الأسئلة، والحمد لله رب العالمين. تفضل. احنا داخل الاداره بس يكون تنظيم حتى المعارض استاذ خليل، ما ادري انا، مو انا اللي ادير، استاذ جعفر. استاذ طبعا نشكر كثيرا ابراهيم على استجابه الدعوه. طبعا العنوان كان هو اخر مستجدات،
ما طرحته طبعا هو مقدمة في يعني ما ينبغي إلى استقرار الدولة واستقرار النظام بهذه الطريقة اللي وضحته. لكن احنا نريد الآن أن توضح إلينا آخر المستجدات عند الجمعية لدى الجمعية مثلا التحركات الآليات الخيارات المطروحة مثلا للذهاب لتحقيق هذه الثقة ولتحقيق دولة الثقة أو لتحقيق دولة الدولة المستقرة أو لتحقيق من خلال مثلا ما تقوم به الجمعية وتوضيح هل أن ما قامت به هل كان في هذا الاتجاه. يعني مثلا هناك من يخالف يقول حوار مثلا وغيره من كثير من أو مثلا ما تقوم به من مسيرات أو اعتصامات أو مجرد هذه الأمور هل هذا يعني في إطار الذهاب إلى ما تفضلتم يحقق هذا الأمر أن يخلق ثقة يخلق دولة يخلق نظام مستقر بينهم وبين شعبه ثقة متبادلة و نعالج الموضوع بهذه الكيفية أن هناك نضال سياسي في البحرين لعمق 100 سنة. هذا النضال السياسي كان يطمح إلى أن يكون هناك دولة بالعنوان، ما في دولة اسمها دولة الثقة أو دولة الحقوق على قولة صلاح اليوم، في دولة إذا غاب منها هذه العناصر، عناصر الثقة واحترام حقوق الإنسان والشراكة والأمن حماية الجميع لا تكون بعنوان الدولة، تكون دولة بوليسية دولة قبلية ما شابه. هذا النضال تطور في مراحل مختلفة بالوعي الموجود لدى القادة السياسيين والجماهير، وتطور من إصلاح القضاء والشراكة مجلس تأسيسي إلى مجلس برلماني ما شابه، إلى أن وصلنا إلى هذه الثورة المباركة اللي انفتحت على كل الدولة. يعني لو قارنا بين المطالب في التسعينات والمطالب اليوم نتحدث عن عودة البرلمان، البرلمان هو الحل وتفعيل الدستور، اليوم لا، نتكلم عن هذا الوعي وما وصلت إليه يعني الثقافة السياسية والطموح السياسي لدى الشعب البحريني لتغير حتى البيئة السياسية الإقليمية ما شابه، إن وصلنا إلى لا، تعالوا أن نعيد صياغة نظامنا السياسي ونحوله من نظام دولة القبيلة. هذا موجود إنه في قبيلة والقبيلة تحاول أن تأخذ الدولة وتصيغ الدولة في إطار القبيلة، يعني تصهر الدولة بما يتوافق مع القبيلة وليس صهر القبيلة فيما تحتاجه الدولة. يعني ممكن القبيلة يكون لها حزب سياسي، ما حد يمنع أن يكون لها حزب سياسي وتدخل انتخابات وتفوز هذه القبيلة بمواليها وأن يشكل البرلمان بغالبية من أتباع هذه القبيلة، وما يسمى قبيلة يسمى حزب لأنها تحولت إلى حركة سياسية أو قوة سياسية، وتفوز في الانتخابات النيابية وبعد ذلك تشكل الحكومة بغالبية البرلمانية فتكون الحكومة من هذه القبيلة بس تحولت إلى حزب سياسي. لا، القبيلة اختارت أن تصهر الدولة في متطلبات القبيلة، فيكون هناك رئيس القبيلة أو شيخ القبيلة له الصلاحيات المطلقة، فيأتي النظام السياسي أن رئيس الدولة له الصلاحيات المطلقة ويسيطر على كل السلطات، وبعد ذلك تأتي المؤسسات وتأتي أفرع هذه المؤسسة أو السلطة على أساس أن تكون السلطة التنفيذية هي كلها مختزلة في إرادة الشيخ القبيلة ولو كان الاسم يختلف. فهذا اللي نريد أن نغيره، هذا الحراك اللي الآن مو تستوعبه قيادات الجمعيات السياسية والقوى السياسية، حتى الشعب ينحى إلى هذا الاتجاه أنهم مواطنون وبكل المقاييس والأعراف والمواثيق الدولية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يقولون أن سلطة الحكومة من إرادة الشعب، لا سلطة للحكومة إلا من إرادة الشعب، على الشعب أن له الحق
كل مواطن له الحق في إدارة الشؤون العامة. الشؤون العامة يفسرونها بالتنفيذية والتشريعية والإدارية ومنها القضاء وما شابه. فهذا النضال وهذا التاريخ وهذا العمق وهذا الفكر الآن أين يتحول في الحراك الحالي؟ خلني أقول في آخر الأشهر يتحول أن القبيلة ليس لديها مشروع لا يقارب مشروع القوى السياسية والشعب ولا حتى في بدائيات متطلبات ما يطلبه الشعب. المشروع اللي عند القبيلة الأسرة أن يجب أن نحتفظ بهذه هذا الانصهار للدولة في القبيلة ولكن بطريقة شوي أذكى من 2002. فنقول في التشريع أن في برلمان كامل الصلاحيات ولكن لمتطلبات المصلحة الوطنية لا نستطيع أن نعطيكم دوائر تحقق صوت لكل مواطن، فنختزل من سلطة التشريع للشعب في أن الدوائر تكون أكثر عدالة. بعد ذلك يأتي ولكي نحافظ على المصلحة الوطنية يجب أن يبقى مجلس الشورى المعين بحيث أنه يحفظ أمور معينة. ما هي هذه الأمور؟ لا يفصحون عنها. أنا أقول لكم مصلحة القبيلة. فيبقى التشريع في إطار مو نفس 2002، يعني بطريقة ثانية مؤدى محصلته أن لا تشريع يصدر إلا بإرادة القبيلة ولكن بشكل شوي يخش العورة اللي موجودة في 2002 40-40 وواضحة سيطرة لمجلس الشورى، ولكن في نهاية المطاف إن ما بيطلع تشريع إلا من خلال إرادة القبيلة. هذا عنوان. أيضا السلطة التنفيذية بنفس العنوان، السلطة القضائية بنفس العنوان، فتتخفى مشاريع الدولة. الآن لأن هذه المشاريع مع وصول الوعي عند الناس وعند النخب وعند القادة السياسيين أن هذا ما يمكن، وقالوا أن لا يمكن أن نقبل بهذا، ما حد بيوقع عليكم، ما حد بيوقع عليكم على هذا المشروع، يأتي استمرار الحل الأمني. هذا على أساس أربطنا الموضوع بالواقع، فيأتي التصعيد الأمني من محطة إلى محطة. الآن يستغلون بعض الأحداث، يفعلون بعض الأحداث، يعني يخترقون مجموعات شبابية، فيظهر المظهر أن هؤلاء من قام بتفجير أو بضرب شرطي أو بحرق أو ما شابه أنه شباب واعترفوا، يمكن عقب ضرب أو ما شابه يطلعون معترفين أو صادوهم بس من خلال الاختراق أو من خلال هم يسوونه وبيجيبون الناس يعترفون، وممكن من خلال ردات فعل هنا وهناك. أنا الآن لا أريد أن أبرئ ولا أريد أن أجرم ولا أريد أن أقول أن هناك مؤامرة، ولكن هذا الفعل الأمني هو يجرنا إلى هذا الحدث. فيعني يطبلون وزمرون وتحريض وما شابه لتغطية الحل الأمني، لأن ما عنده مشروع سياسي. الفكرة الأساسية أن ما عنده مشروع سياسي يمكن يسوقه وتقبل بالماء. إحنا لما دشينا الحوار، ولو أطلت بس لأن أستعرض شق الساحة، لما دخلنا الحوار دخلنا الحوار على أساس أن احنا لا جايين الحوار عشان نفهمكم أن احنا نفهم، يعني نفهم الطرف الآخر، مو مسألة تلعبون علينا، مسألة أن احنا إذا بتتكلمون عن مبادئ بنجيب لكم المبادئ، إذا تتكلمون عن ثوابت بنتكلم في الثوابت، إذا بتتكلمون عن تركيبة نظام سياسي بنتكلم عن تركيبة النظام السياسي. هذا مشروعنا، أين مشروعكم؟ فيصير هني هذا الناس. آخر نقطة، البحرين غير معزولة عن ما يحدث في الإقليم، والتطورات اللي قاعدة تصير في الإقليم يوم يستشعر منها النظام أو بعض أطراف النظام أنها تخدمه، فلذلك هو أيضا حتى المشروع ماله ذا الضعيف ما يطرحه، يفكر أن هذه الأمور راح تكون في صالحة، بعدين هذين بيجون يركعون ويقبلون مو بهذا، باللي أقل من هذا يمكن يغيرون بعد الدستور ويتراجعون في الدستور. فلذلك لما تصير في
هذه التذبذبات في الواقع الإقليمي، هذا النظام بعد يأجل بعض حتى الأطروحات وما يقدم على الحل. يمكن في تفصيل آخر نتكلم عن الإقليم. فغياب المشروع، أن فكرة أن الشعب راح يتنازل مع هذا الضغط المتواصل والاستنزاف والحرمان، إصرار الشعب، استمراره وصموده، وعي القيادات، ما في أحد قاعد يتنازل، فلذلك للحين ما وصلنا إلى حل. دقيقتين نصر وبعد الحمد ناصر ما تكون الأقلتين بسرعة دقيقتين. شرفت استاذنا وجهك بسترة بين محبينك وجماهيركم جمعية الوفاق. بس سؤال أسئلة إليك استاذ خليل، الكل يتساءل ويقول بعد 22 جلسة بالحوار خطاباتكم وإعلاناتكم بأن الحوار فاشل، ما سر البقاء فيه؟ زين، والسؤال الثاني، هل يوجد ضغوط غربية عليكم من تحت الطاولة لبقائكم في هذا الحوار؟ العملية في البحرين معقدة، والدولة تحاول أن تستفيد من عناصر قوة، جزء منها العلاقات الدولية، جزء منها منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، جزء منها الديمغرافية اللي موجودة والشحن الطائفي اللي صار، القوة اللي عندها الجيش والأمن وما شابه، الدولة بمعنى السيطرة الكاملة على الدولة، القضاء ما شابه ما شابه. أنت عندك أدوات، عندك قوة الشعب وحراك الشعب وصموده ومشروعية المطالب وعدالتها، وعندك تواصل مع المجتمع الدولي وما شابه. فلما يجي في العملية السياسية ويطرح النظام مشاريع واهية على أساس أنه يحرجك أمام كل هذه العناصر القوة اللي عنده، سواء كانت الخارجية الدولية أو الإقليمية أو الداخلية، فأنت ما تخلي له مساحة من اللعب السياسي. أنت جاد في إيجاد حل سياسي والدخول في عملية سياسية وأن تكون هذه العملية السياسية حقيقية. كيف أن أنت تحرج النظام وما يحرجك النظام؟ لو إحنا ما عدنا مطالب مشروعة ولا عدنا حصانة شعبنا وصموده وما شابه، نخاف ندش من الحوار لأن راح يفرضون علينا أمور إحنا مو قدها وما نقدر ندافع عنها، فبيلزموننا بأشياء إحنا نضطر نوقع عليها. المعادلة مو كذي، المعادلة أن إحنا أقوى منهم في شرعية مطالبنا، في حجتنا، في ما شابه. مثل ما نطلع مسيرة في 9 مارس أو اعتصام أو ما شابه، هذا جزء مكمل من الحراك السياسي اللي ما يقدرون يحجوننا إلا لما نطلع للمجتمع الدولي نقول لهم الحين عقب 32 شهر ما سويتون حل في البحرين وانتم قاعدين تصرخون نبى نسوي حل في سوريا، نبى نسوي حل في اليمن، ونبى ما شابه. هذا الحراك يكمل بعضه، ما تقدر تفصله عن بعض. دشينا في الحوار في 2011، طلعنا منه، اثبتنا للمجتمع الدولي ان ذا الحوار فاشل، طبل النظام على نتائجه، ما استفاد منه. هذا نفس العمليه، احنا مخلصين مو رايحين نكلك على بعض، ولكن في ذات الوقت لن نستسلم لهم ولن يعني ياخذون منا شيء، ان هذه العمليه هي جرت الى اتفاق سياسي غير مجدي. لا، ما في شيء اسمه ضغوط، وانا قلتها اكثر من مره. يمكن انا مبتلي بلقاءات خصوصا ايام السلامه الوطنيه وقبل السلامه الوطنيه وبعد، والان توسع دائره اللقاءات. ما حد كان يقدر يضغط علينا من المجتمع الدولي ايام السلامه الوطنيه، فما بال ما يقدرون يطلبون منه. انا اقول لك المجتمع الدولي ما يتكلم بهذا العنوان. المجتمع الدولي يمكن يجي يقول لك ان دش الحوار وافضل واحنا نراقب العمليه، بس ما يجي يقول لك المطالب، لان من يوم اللي يقول اقبل بهذا السقف لانه يضغط، اقول له روح قل للنظام ان يقبل بذا السقف، فهو ما يبى يدخل في هذا العنوان. بس دقيقه اخذ له بس اي ناخذ بعد الورقية. يقول السائل: شكرا استاذ خليل، هل الحكومة الآن خليفة تملك القرار السياسي أو هناك دول تؤثر على قرارها؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، خلينا نقسمهم عشان لا أنسى. مساحة كبيرة من القرار السياسي عند الملك، ما عاد هذه يعني الأقاويل والسعودية والأمريكا والخليج،
الآن بعد تغيير في قطر خصوصا يعني نسف هالمقولات. الآن وش أسبابه ما أسبابه؟ لو أراد الملك اليوم يشيل رئيس الوزراء ويعين على أقل تقدير ولي العهد رئيس الوزراء ويجيب طاقم جديد شبابي، هذا ما سوى حال، ولكن لو أراد يقدر، لكن ما عنده إرادة أنه يبقى يسوي. لا السعودية متدخلة في هالموضوع، ولا أمريكا متدخلة في هذا الموضوع، ولا أحد. مجرد تغيير حكومي ما راضي الملك يسوي. وأقول لكم ليش؟ لأن هذا جزء من الأوراق، أنا أتكلم بكل صراحة، جزء من الأوراق السياسية إن اللي يستخدمها الملك وتستخدمها العائلة. إذا اليوم جبنا سلمان الذي يتحدث عن الإصلاح كرئيس حكومة، واستمر التمييز واستمر التهميش واستمر القمع وما شابه، وما في أفق سياسي وما في حل سياسي، ينفضح النظام، كل النظام ينفضح. فلذلك قبل ما يتفق ويا المعارضة على أن يقبلون بسق معين، ما يخطو إلى خطوات تعطي المعارضة أي مكسب أو تعطي الشعب أي مكسب. مع أن لا يعالج تعيين ولي العهد رئيس وزراء بحكومة معينة ما عالج الجوهر ولن ينهي المشكل السياسي، ولكن على أقل تقدير هذه الخطوة لا يقوم بها. السعودية تبقى حل، الإمارات يريدون حل، العالم كله يريد حل. ما في اليوم في سقوف غير أن بقاء العائلة عند هذين المكونات، لكن الحكومة ما تأوض الملك، خلنا أقول لأنه صاحب القرار، ما راضي يخطو خطوات على أساس أنه يكون في حل حلة حتى لو تدريجية. خليني أقول هذا العنوان المهم. البحرين محتاجة إلى إصلاح وعملية سياسية، ومحتاجة إلى وضوح في الخطاب. محاولة إرضاء أطراف على أساس أطراف، هذا مدمر للبحرين. يعني لا الملك ولا رئيس الوزراء ولا ولي العهد ولا المشير ولا وزير الديوان ولا قيادات الوفاق ولا المرجعية. اليوم ما عاد الحاجة إلى أني أنا أختبئ وراء عناوين أرضي طرف على طرف. فإذا كان الخطاب محاولة لامتصاص غضب أحد، أو يسهل، هم يعتقدون أن هذا يسهل عملية، أن أنا يعني في اتهام لولي العهد أنه جاي وبي يعني بينحاز إلى الشيعة ضد السنة وما شابه. ولي العهد عند الجرأة يجب أن يكون أنه يقول للجميع أنا ما جاي أنحاز إلى أحد، أنا جاي أنحاز إلى الحق أو إلى المؤسسة. هذا الخطاب الذي يبني ثقة الجميع. أي خطاب آخر يناغي متطلبات أطراف معينة في إطار ظالم، في إطار غير عادل، لن يخدم المصلحة. أنا بتكلم بكل شفافية إلى ولي العهد. ولي العهد لفترة من أيام الدوار إلى الآن، إلى ما قبل الخطاب إلى الآن، إلى مدة إعطاء فرصة، كان يشكل أمل لكثير من البحرينيين. يمكن في ناس ما يتفقون إياه، بس في كثير من البحرينيين يقولون أنه شخصية إصلاحية وقادر على أساس أن ينقل البحرين حتى لو بتدرج من هالمأساة إلى واقع أفضل. عليه أن لا يفقد هذه النظرة، لأن مصلحة البحرين، مثل ما قلت قبل شوي، أنا لا أنظر إلى أشخاص ولا أنظر إلى يعني ثقة في أشخاص، ولا أفصل النظام السياسي على أساس أن هذا الشخص بيكون موجود فنثق فيه فنخليه رئيس وزراء وبعدين ما ينتخب ولا يحاسب ولا ما شابه. لا، إحنا نفصل على أساس آليات ومعايير. فهني في فرصة يجب أن لا تضيع في خطاب بهذا الاتجاه، في اعتذار وفي التركيز على موضوع العنف، والعنف غالبية من السلطة، وأن إحنا ندافع عن رجال الأمن بكل هذه الاستماتة. أنت ما محتاج إلى هذا الخطاب، أنت محتاج إلى عنوان المواطنة، المساواة، نبذ العنف من الجميع، المستقبل المشترك، ما شابه. هذا الخطاب اللي يجمع،
وإذا كان هناك متشددين من الطائفة الأخرى أو من طائفتنا أو من العائلة، أنت لن ترضي أحد، أنت راح تجيب لك ناس أكثر متشددين ورافضين، وفرصة أن يكون هناك مخرج تضيع. فلذلك نحن نحفز على أن مثل ما مطلوب منا عدم الخطاب المتشنج وعدم التصعيد في الأشخاص وما شابه، وننظر إلى الحلول، مطلوب من كل الشخصيات اللي لها علاقة بالتحول السياسي. أحسنت. السؤال يقول: ما هي الخطوط الحمراء التي رسمتها المعارضة، وهل تخطط السلطة هذه الخطوط؟ هذا العنوان يعني مطروح في الساحة من عدة أبعاد. في شخصيات معينة مثل سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، سماحة الأمين العام وما شابه، لقناعتنا بالتزامهم بالأول شيء البعد الديني الوطني، البعد الديني الشرعي، ما في أحد من هؤلاء يعني قاعدين يحثون الناس على شيء يخالف الله سبحانه وتعالى وإرادة الله سبحانه وتعالى، ولا في العنوان الوطني ولا في العنوان الطائفي ولا في العنوان السياسي ولا في العنوان السلمية ولا في العنوان أي من العناوين. فما في أحد يستطيع ونتحدى أن يأتي بمخالفة قانونية أو شرعية أو ما شابه، كل هذه مزايدة. هذين العناوين عناوين مهمة، ويجب على السلطة أن تحترم المكونات باحترامها لرموزها، وخصوصا إذا ما أخطأ. ما أحد يقول إن إذا واحد أخطأ ما يحاسب، ولكن مو تروح تسوي لي فبركان. يعني وش دخل شيخ عيسى، سماحة آية الله الشيخ عيسى، بموضوع تفجير الرفاع وتسوي لي حملة، ولا الآن حملة وتقول لي إن هذا يعتقل، إن أنا محرض أو ما شابه. ففي عناوين معينة، في ليفل ثاني من العناوين أو مرحلة ثانية من العناوين، الخط الأحمر مو عنوان الخط. إذا هذا العنوان الإصلاحي السياسي السلمي أنت لا تريد أن تتعامل معه ولا تريد أن تتفاوض معه ولا تريد أن تتشارك معه في عنوان إيجاد حل سياسي، مع من؟ مو خط أحمر. السؤال: مع من أنت تريد أن تتفاهم؟ فأنت يعني كسلطة أنت تصعب على روحك الحل السياسي. من يعتقد من السلطة أن اليوم في إمكانية إخفاء القيادات بأي نوع من العناوين، وبعد ذلك أنه يقضي على الشعب ويقضي على حركة الشعب ومطالب الشعب، فهو واهم. اليوم هذه العناوين في شخصياتها، في رمزيتها، في موقعها، في مؤسساتها، هي عنوان السلمية، الإصلاح يعني الملكية الدستورية، البعد الوطني. إذا غابت هذه العناوين غابت ما يقاربها من عناوين. فعليكم أن تتفاوضون مع من يريد إسقاط النظام ومن يمكن ينحى منحى عنف، لأن بعد ما تلمس هذه العناوين أنت لم تبقي لنفسك مو شرعية البقاء، يعني مسوغ أن أنا أقبل بك. يعني لما يمس سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، فلتفكر العائلة، عائلة آل خليفة، أن أنت مسيت كيان الشيعة، بقولها بكل صراحة، في البحرين وخارج البحرين. ما الذي يسوغ للشيعة أن تقبل بك تحكمهم؟ أنت صعبت على روحك. إذا مسيت بالكيان الوفاق في أمين العام أو غيره، على أي أساس؟ أنا لا أريد أن أجيب حكي اللي بقوله في ليلة باكر في الدهن، بس هذا عنوان مهم. فهذه العناوين هي عناوين مهمة. الجانب الآخر اللي ما فيه مساومة: لن نكون عبيدا بعد اليوم، بعد 14 فبراير نحن مواطنون كاملي الأهلية الوطنية للحقوق المدنية والسياسية، نقطة. يعني ما أقبل اليوم أنا تقول لي أنت في دائرة فيها 700 ناخب وأنت 17,000 ناخب، ما ممكن. هذا معناته أنا مو إنسان كامل المواطنة. فالمساواة في عنوان
الدولة بمؤسساتها ودستورها ما يمكن أن أنا أتنازل عنها، لأن أقبل بعبوديتي، أقبل بالتمييز. بعد ذلك عقب المساواة والعدالة والشراكة أجي أتفاوض على كيف تشكل السلطة التنفيذية من خلال الانتخاب. في تفاصيل إيمان، في تفاصيل فوق، بس القاعدة الأساس اللي ينطلق من الحل السياسي في خطوط الحمر هي أن ما يكون مواطن درجة أولى فيصير أنه يحجز موقعد رئيس الوزراء ووزير الدفاع وزير ما أدري شنو وزراء معينين ومناصب في الدولة والقضاء وما أدري آلية التشريع تكون لازم إرادتها عن لا، كل المواطنين سواء. فاللي حق إليك أنت تكون في إدارة التشريع أو في تفصيل التشريع إليه، وفي الوصول إلى الحكومة إليه، رئاسة الوزراء مثل ما إليك مثل ما إليه. فهذا على هذه القاعدة، وأن يكون العدل هو المعيار، ما في ظلم، ولذلك القوانين والصياغة والما شابه أن تكون عادلة، وأن يكون شراكة. ما يصير تقول لي أنا عادل وثقة نفس ما قلت قبل شوي وثقوا فيي وأثق فيكم أو ما أثق فيكم، هذا ما في عنوان. العنوان الشراكة، كلنا بحرينيين نشترك، شيعة سنة، السنة تنقسم إلى آل خليفة مو آل خليفة، الآن كلنا نفس الشيء. في عنوانين، ملك في الملكية الدستورية، ملك وولي عهد، الباقي كلهم سواسية. تبى تجيب واحد من الوزراء من آل خليفة يروح العملية اللي نتفق عليها، عملية الانتخاب، عملية الانتخابات ما شابه، بس هذا العنوان. بتوظف مدير وكيل يروح في عملية آلية الاختيار والمصادرة، بتوظف في القضاء كقاضي ما شابه يروح في عملية آلية المجلس الأعلى للقضاء والانتخاب مال القضاة إذا كان في رئيس محكمة أو إذا كان قاضي بمعايير معينة. هذا العنوان هو الخطوط الحمر. مثل ما طلب استاذ صالح دقيقة للمدير. أحيانا نص دقيقة. ربع دقيقة. تفضل استاذ صالح. مشكور أبو إبراهيم. أنا بس مفردة اللي أسمعها في كل اللقاءات سواء من الحضور أو من الشخص اللي يكون ضيف هي مفردة العنف. وأحس إن الطرفين ما أجادوا التعامل مع هذه المفردة. فسؤالي ببساطة يعني بعد كل هذه الفترة ليش ما يكون عندنا وش يسمونها بالعربي الإجابة المسجلة الجاهزة، من تضغط برس يطلع لك وش الإجابة، من يقول لك في تفجير المفروض تكون إجابة الجمعية هذا إذا كان عنف، إذا كان عنف من الناس من الشعب فهو نتيجة طبيعية لعنف السلطة. يكون هذا في كل بيان بعد كل تفجير بعد كل فبركات بعد كل مسرحية يكون هذا جاهز ما يحتاج موجود، من يقول هذا من يقبع البيان يطلع عليها المفردة جاهزة. فهذا السؤال هو ليش ما يكون هالمفردة جاهزة عند جمعيتنا وباقي الجمعيات إلى أي حدث، لأن ما عاد حتى الطفل يثق في يعني رواية السلطة. هذه رقم واحد. الشيء الثاني في كلمة الشيخ عيسى في قبل تقريبا شهر رمضان كان يحذر أن إذا ما كان هذا الحوار يخرج بالشعب إلى نتيجة إلى حل فهو خطير جدا، والأفضل لو لم يكن حوار أصلا، لأن بعبارة بين قوسين لأن عدم وجود نتائج سيكون كارثيا على البحرين. احنا انا من وجهة نظري اشوف ان في هالفترة ايضا خلل في خطابكم كقيادات جمعية، وهي نسأل السؤال الاول اتذكر الانسر ماشين زين. فالخلل هو ان كأن في ماي بارد قاعد ينصب على الناس وعلى حتى الجمعية وعلى باقي الجمعيات، إن عادي بنطلع بحوار والله وكأن ما صار شيء. ما يصير، حتى الشيخ قال إذا صار انسحاب معناته في شيء كارثي، معناته ما راح تكون قطيعة مع السلطة، أحد راح ما حد يثق في السلطة، ما حد يعني يقصر حتى الأصوات الناعمة في المعارضة وغيرها.
يعني موضوع العنف ممكن من كثر ما يتكرر صار مثل ما تتفضل إنه يعني هم يشعرون إنه ما له قيمة، فلذلك يقول لك فتاوي وما فتاوي وما شابه. لعل العائلة ما أخذت قرار تقول إنه لازم يطلع فتوى من شيخ عيسى، والله ما نقبل أي شيء يصير، ما نقبل بس نقبل فتوى. وكأنما شيخ عيسى مثل المراجع الأخرى، إنه في فرق، ما فاهمين. يعني مشكلة إنه يدير بلدك يا مو فاهم يا يحاول يتغيبه، إنه مو فاهم الفكر الشيعي شلون، إنه يمكن الواحد يوصل إلى مجتهد إلى فقيه، بس لازم يكون أساس يصدر فتوى، لازم يكون هو مرجع إلى الناس ترجع إليه. الناس ما ترجع لشيخ عيسى كمرجع على أساس تطلع منه فتوى، ترجع إليه كمرجع يعني سياسي وطني ما شابه. يكفي النصيحة، هذه كل الكلام اللي قاله يكفي، ما يحتاج الشيخ يقول هذه فتوى إني أرى الحراك يستغني عن الحجر والزجاجة، ما يحتاج يحطها في قالب هذا فتوى، كفاية هذا الكلام إنه اللي يقتنع بقيادته إنه يلتزم منه. بس السلطة تحاول أن تتمادى لأن ما عندها مخرج، وهي تأخذ الخيار الأمني، فتحاول إن مبررات وتقنع المجتمع الدولي وتقنع السعودية وتقنع الإمارات إن لا في إرهاب وما أدري إيش، فأنتم لا تضغطون علينا نروح للحل السياسي. كل هذه المكونات ليش أقول كذي؟ لأن هؤلاء الدول يريدون حلا سياسيا، الدولة هني تقول لهم بس في عنف، قالوا يتصدوا للعنف ولكن روحوا في العملية السياسية. فهم يحاولون الآن يختلقون ردات الفعل ما شابع أساس بس يقولون لا تضغطون علينا لازم نقضي على العنف، ولا إلا فتوى العنف جاية من هالطريق وراح ولي العهد إلى الدول الخليج ولا الدول الكبرى يقول لهم اضغطوا خلوا يطلع فتوى. هذا كنا هدف، الفتوى مو هدف. إذا أردنا أن ينتهي العنف نفتح الحريات، ننظم آلية المسيرات والاعتصامات، نسمح للناس بحدود زين مثل ما صار في 15 فبراير 16 وبعدين 17 وبعدين 19 فبراير إلى قبل ضربة الدوار، يصير فيها تنظيم أفضل، الناس تعبر عن رأيها. هذا ينهي العنف، غير هذا ما بينهي العنف، لأنه أنتم تضغطون على الناس في أعراضهم، في أموالهم، في بيوتهم، في أولادهم، فأنت تضبط من؟ تضبط 100%؟ ما أحد يقدر يضبط في أي مجتمع، ما أحد يقدر يضبط 100%. موضوع الحوار مثل ما قدمت سابقا أن في عمليات متراكبة وفي تكتيكات يستخدمها النظام، وفعلا إذا أنت ما تروح الحوار وتقاطع الحوار ما هو خياراتك؟ لازم ان انت تستحضر. يعني تشوف في فرق بين الله يفرج عنا نبيل وما حد يقلل من شجاعته ومن قدرته وما شابه ومحبينه، يقدر ياخذ قرارنا يروح العاصمة كل يوم ويدعو الناس. نبيل نفسه الله يفرج عنا قال انا مو شغلي الحل السياسي، انا شغلي ان الحراك الحقوقي والحراك الميداني، بس الحل السياسي عند الجميع. احنا عندنا مسؤوليتنا الحراك السياسي، عندنا مسؤوليتنا الحراك الاعلامي اللي يصل الى العالم، عندنا مسؤوليتنا الحراك الدبلوماسي، الحراك مع كل المكونات والحل السياسي. فلازم ان احنا نوازن، فهذه الجزئيه تاتي من هذا العنوان، عنوان ان احنا نذهب في الحوار مثل ما قلت، ما اريد ان اكرر عشان لا استنفذ الوقت، ان العمليه مو عمليه بلاها دخول الحوار، ولا عمليه ان استسلام الى السلطه ان هذه خياراتها، لا، ان هذا الحوار مثل ما فشل حوار 2011 جاب هذا الحوار، هذا الحوار اذا فشل يمكن يجيب شيء افضل منه. اذا تهيئت الظروف الاقليميه والاراده الدوليه والاراده الخليجيه في ايجاد حل حقيقي في البحرين، ممكن ان ذيك الفتره يصير في تقدم وتصير في ولوج في الحل السياسي. طبعا عندنا الوقت اقل من 20 دقيقه، احنا قلنا 10 نخلص بس لان انا طولت بعطيكم شوي. السؤال يقول هل الاجواء توحي بقرب حل الازمه ام زياده في اعمال القمع والارهاب لدى الحكومه؟ لا، ما في اجواء يعني حل سياسي عادل،
هل يمكن أن يطلعون بمناورة سياسية ويقولون أن هذا الحل وقبلوا به ويضغطون وما شابه؟ احتمال، بس قلناها من قبل أن هذا الحل مرفوض. إذا ما يكون حل على الأسس المواطنة والثقة والمؤسسات والدستور العقدي والناس توافق عليه من خلال عملية الاستفتاء، هذا لن يقدم حل. الحلول الترقيعية معناته أن في ثورات قادمة إذا لم نقل أن هذه الثورة لن تنتهي إلا بالحل، يعني ما بتوقف. واليوم ما عاد تقدر أنت تقنع الناس تقول لهم قاعدوا في البيت، أنت مقتنع بحل معين يقول لك رحم الله والديك تباعد أو روح في الحل اللي أنت تباه، بس إحنا هذا الحل ما جاب لنا. مصر موجودة، تونس موجودة، كل التجارب تقول أن الشعوب اليوم هي صاحبة الإرادة، لا هي السلطات ولا هي القوى السياسية. والقوى السياسية اللي ما تتناغم مع إرادة الشعوب بعقلانية، الشعوب تكتسحها وتمشي. أنا باخذ مكان الصراحة. تفضل. بالنسبة إلى أول ما ذكرت عن دستور عام 2002، صار فاقد الشرعية، ما يمثل أجدادنا ولا يمثل الأجيال المستقبلية. إذا السؤال ترى نفسه، شنو الحل؟ في الدستور أو في الأول؟ شنو العمل مع هاي المصيبة؟ أنا عبارة يعني بعبارتك أو اللي طرحتها كان طلعنا من باب الشرعي، فاقد الشرعية، ما يمثل أجدادنا ولا يمثل جيل المستقبل، فهو يعني خلانا في زاوية محصورة وأبعدنا. قرارات تصدر يبغينا يعني مبارك فيها. يعني الدساتير هي شنو؟ عبارة عن العقد الاجتماعي، مو بين الحاكم والمحكوم، العقد الاجتماعي بين كل المواطنين. الآن بدولنا تركيبتها القبلية أو تسلط القبيلة، لأن البحرين ما عاشت يعني قبل آل خليفة الفكر القبلي، في عوائل وفي ما شابه، بس لأن في حضارة والحضارة غلبت. يعني إذا بيتكلمون يتكلمون عن عوائل بس، ما يتكلمون عن قبائل. في السنة يعني في 200-300 سنة اللي راحت جت القبائل بعدين، فجل الفكر القبلي. الآن هذا العقد بين كل المواطنين اللي يثقون فيه وفي مؤسسات الدولة وفي تفصيلاته وفي تفعيله، هذا العقد إذا ما موجود ما يكون فيه استقرار، لأن في ناس بالطالب إلا إذا كان هذين خانعين وما يبون يغيرون. وإذا كان مستوى معين، خلني أقول إذا في عدالة فما تسبب إرباك ولا تسبب مظالم ولا تسبب حرمان، فهذين الناس اللي محرومين يقومون يثيرون. لو كان في عندنا مستوى من العدالة الآن، احتمال أن يكون هناك هذه الهبات الشعبية مو موجود بهذا الزخم، لأن في عدالة على الأقل وراضين الناس بالأمر الواقع، مو دائما الناس تثور. لغياب العدالة وللتمييز وللظلم وللجرم ولشح الموارد، هي بعد عنوان آخر، لأن البحرين مو نفس قطر، مو نفس السعودية، ومو نفس الكويت، فأيضا محدودية الموارد، البوق اللي موجود عنوان آخر، فهذا يقلل حتى من هالمحدودية الموارد أن تصل إلى المواطنين. فالبيئة السياسية المتغيرة في العالم هذا يحفز الناس، فكل هذا العنوان ما يجيب استقرار. فإذا ما في دستور نتفق عليه ما في حل، لأن ما في مؤسسات راح تكون فاعلة، وهذه المؤسسات إذا ما كانت فاعلة لن ينتهي الظلم والتمييز وما شابه. إذا لم ينتهي الظلم والتمييز والسرقات والسوء المعاملة والاضطهاد، شلون تبقى الناس يسكتون؟ وخصوصا في هذا الوقت مع الوعي، مع تويتر، مع الإعلام الحديث، مع يعني حتى لو تخنق أنت التلفزيونات والراديوهات الرسمية والصحافة الرسمية، الآن الناس عندهم مخارج أخرى للتعبير عن رأيهم، للتحشيد، وهو أهم من عملية التعبير. يعني اليوم مسج في تويتر تنتقل وتخلي الناس يتحشدون في موقع معين، قبل هذا ما كان موجود. ففي أدوات جديدة للشعوب ما كانت موجودة، فلذلك ما يمكن أن يحقق استقرار إلا من خلال عملية سياسية تنتهي إلى دستور نتفق عليه كلنا، يصون حقوقنا كلنا، في مؤسسات نثق فيها أنها راح توفر
العدالة والأمن والشراكة والتنمية وما شابه إلى الجميع في محاسبة في قضاء مستقل في 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 من غير هذا لن يكون هناك استقرار. السؤال اللي هو مفهوم الإصلاح وطرقت له يعني في أكثر من موقف الذي في معناه حقيقي تأسيس نظام ديمقراطي عادل يكون فيه الحاكم والوزير والمسؤول خادما للشعب فلما هذا الاختلاف بين إسقاط وإصلاح والاثنين يملكون نفس الغرض والهدف؟ يعني طبعا مع احترامنا لأي مطلب سياسي، الآن في جماعة مقتنعة أن هذه العائلة لا يمكن أن تواصل إدارة هذا البلد، فيجب أن تأتي عملية إدارة هذا البلد من خلال الشعب بكل مفاصل الدولة. إحنا نقول بسبب التعقيدات الداخلية والإقليمية الخليجية والإقليمية اللي أوسع والدولية وتجارب دول كثيرة أن انتقلت من الملكيات المطلقة إلى الملكيات الدستورية وحققت استقرار. المشكلة ليس في نظرنا إحنا، المشكلة ليست في الأشخاص، المشكلة في النظام السياسي وهيكلية النظام السياسي. يعني تقول لي رئيس دولة منتخب أو رئيس دولة ملك بالوراثة، إذا أعطيته نفس الصلاحيات وما في المحاسبة عليه نفس العملية. لعل التجربة المصرية أثبتت أن في الآن ما يقوله المصريين أن الرئيس ومن خلفه الجماعة استأثروا بالدولة وتحكموا فيها وأخذ صلاحيات أكثر من حقه، فلذلك لا صارت تنمية ولا صارت شراكة ولا صارت ما شابه. فبعد ذلك جاء المصريون وقالوا له كفى وارحل وانتهت العملية. فالقضية ليست قضية الشكليات والمسميات، قضية في صلاحية رئيس الدولة. هذا رئيس الدولة يكون ملك ولا يصير رئيس جمهوري. في رئيس الجمهورية لما تعطيه بعض الصلاحيات لأنه منتخب بيجي عقب 4 سنوات، فهو لازم يقدم للشعب أنه ما كان دكتاتور وأشرك الناس وسوى تنمية وسوى من خلال صلاحياته أنه قدم شيء، فهذا يردع عن سيء استخدام السلطة. تروح إلى الحل الثاني أن تخلي رئيس الدولة ملك ويتوارث، ولكن رئيس الدولة ما عنده الصلاحيات اللي عند رئيس الجمهورية المنتخب، تتحول هذه الصلاحيات إلى الحكومة، إلى البرلمان، إلى السلطة القضائية، إلى المؤسسات، إلى العمل. إحنا ننظر لكل الظروف اللي قلناها الداخلية البحرين والخليجية والدولية وظروف معينة، إن إحنا نروح ناخذ اتجاه الملكية الدستورية التي تقلل من صلاحيات رئيس الدولة وتبقي حصانته بحيث أنه ما بيصير بعدين أنه يتدخل في السلطات، فما أحد بلومه ولا أحد بيقول له أنت المسؤول، يقول لرئيس الوزراء ورئيس الوزراء محاسب فتكون العملية. فنبعد الأشخاص ونبعد الشخصنا ونحافظ إذا في أشقائنا أو شركائنا في الوطن يقولون إحنا ما نسمح لكم تطيحون العائلة، فإذا طيحتون العائلة واسقطتون النظام إحنا مندش إياكم في حرب، وهذه الحرب يمكن تمتد مو بس في البحرين إلى المنطقة يعني الإقليم ودشون فيها الخليجيين أو ما شابه. أنا ما قاعدة الآن الله يحكم شيء في الإقليم في ما شابه في تغيرات في المنطقة في العالم، هذا موضوع آخر، بس هذه الظروف تخلينا إحنا كجمعيات سياسية مسؤولة وقوى سياسية نروح إلى خيار تحديد الصلاحيات، توسيع صلاحيات مجلس الوزراء والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، استقلالها، شراكة الشعب فيها، توازن بين كل المكونات. هذا الخيار نحن ننظر إلى أفضل من ذاك الخيار، أسهل في أن نحصل عليه، أسهل أن أنت تقنع الكثير من السنة، تقنع الخليجيين، تقنع الدول العربية والإسلامية، تقنع المجتمع. ما في ثورة اليوم تقوم بمعزل عن العالم كلها، وخصوصا إذا كان شعب صغير وضعيف وما عنده مقاومات. يعني المصريين الآن يقولون 22 مليون 33 مليون، لو ما كان تفاعل دولي بأن يقبلون باللي صار بالجيش لا رجع الرئيس المال. لو كان مثلا الدول قالت لا يرجع مرسي يرجع مرسي ونقاطعكم، ودول الخليج ما ضخت فلوس وما شابه، ممكن تكون العملية مو نفس العملية. فالحاجة إلى تفهم الداخل وتفهم الخارج ودعمه في الخيارات السياسية هي ضرورة.
ما تقدر تروح بروحك في خيارات مثل هذا النوع. أحسن. أنا لا أستخدم صلاحياتي ضدك ترى. استخدم أبوي. سالي أنا بستخدم بعض صلاحياتي بقول لكم الحمد لله رب العالمين. لا بما أنك طولت فنعطيك. من كذي أنا يعني. قلت سال في شهر رمضان 2012 هذا اتهام إليك يعني. قلت على شاشة اللؤلؤة أن بعد شهر رمضان ستشهدون تحركا قويا ومزلزلا. السؤال لماذا لا نرى فعاليات ثورية ضاغطة على النظام والاكتفاء بمسيرات واعتصامات أغلبها في شارع الدية؟ هاي سؤالين كان سؤالين لعل يعني أول نصيحة أن إذا في كلام يروج لازم يرجع إلى المصدر ماله أساس الواحد يكون دقيق في النقل. هاي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية أن ينظرون إلى العنوان كامل، يعني ما يصير أن نجي ونقول لا تقربوا الصلاة، فنجي نشوف العنوان وش اللي كان السؤال مطروح فيه، ولعل هذا مو في اللؤلؤة، كان في استجواب، في أول فكرة استجواب في الوفاء وكان ده السؤال، والسؤال كان في منع للمسيرات وما قادرين تطلعون مسيرات، ويش الحل؟ ويش بتسوون؟ فقلت أنا إن بعد شهر رمضان إن شاء الله إحنا نتحرك وسندعو الشعب، والشعب عودنا أنه يلبي النداء، هذا في حدوده، واللي يبى يرجع إلى الاستجواب إلى الفقرة هذه يرجع لها. فمن زايد قال ما قبل شهر رمضان غير ما بعد شهر رمضان، واللي قال الفعاليات نوعية، واللي قال ما أدري وش وشغلات كذي، فهذا الكلام على السؤال الشق الأولي. فنرجع إلى النصوص الأصلية على أساس لنا، وبعدين إحنا ما نحب نرادد أحد ونرد وقال أنا قلت وما قلت وشغلات كذي، فيرجع للنص الأصلي. الآن طبيعة الحراك وطبيعة شهر رمضان وظروف مختلفة، اليوم ما عاد شعب البحرين مقتصر على إذا أسبوع ما طلع مسيرة أو شهر ما طلع مسيرة كنا الثورة انتهت والقضية خلصت والحكومة فازت. منعوا من شهر 8 لشهر 10 المسيرات ورجع الناس أقوى مما كانوا، وقبل ذلك في السلامة الوطنية وقالوا ما في إمكانية 3% من اللي خرجوا في الدوار أن يرجعون مرة ثانية، ورجعوا الناس بأقوى مما كانوا في الدوار، وطلعنا 9 مارس 18 مايو وما شابه. فلا حد يقلق ان اليوم العملية عملية ان اذا في شهر او شهرين ما طلعنا، وان السلطة استطاعت بالقبضة الامنية ان تمنع الحراك الا شوي مني منك فانتهت الثورة، لا، اليوم عنوان الثورة لن تنتهي الا بتحقيق كامل المطالب اللي يقتنع منها الشعب. إذا ما صار هذا الاقتناع ستستمر، ولعلي أكرر الآن بهذا العشر ثواني ما يحدث في مصر وما يحدث في كل العالم، مو تقول لي حكومات بالوراثة، حكومات بالانتخاب وشرعية ودستور مستفتى عليه، إذا ما اقتنع منا الشعب لا أقدر أنا ولا شيخ علي ولا سماحة آية الله الشيخ عيسى يقول للناس لا تطلعون تطالبون بحقوقكم، مع كامل الاحترام والتقدير إليه. ما حد يقدر لا شرعا ولا وطنية ولا عقل سياسي في ناس عندهم مطالب مشروعة تقول لهم اقعدوا في البيت، ما حد يقدر، الناس من حقها أن تعبر من حقها أن تطالب. آخر سؤال بس وأني بعض الأسئلة يعني إن شاء الله المرات الجاية يجاوبها. هذا أحسن شيء اللي قلت. يقول سؤال باختصار ما هي استعدادات الوفاق إلى 14 أغسطس؟ 14 أغسطس هو ليس تبني الوفاق ولا من دعا إلى الوفاق، تسألون اللي دعا إلى 14 أغسطس تسألون ويش استعداداتكم إلى. إحنا خلني أقول لك بكل شفافية، إحنا قوة سياسية عندنا رؤية وعندنا استقراء إلى الواقع العربي والإقليمي والدولي وين رايح الأمور وفي تجارب، بس نخطط على أساس اللي إحنا نحس به في مصلحة وفي تقديم إلى شيء إلى الحركة إلى الثورة وإلى تحقيق المطالب. مثل ما قلت قبل شوي إحنا مو مسؤوليتنا بس إن نخلي الشارع دائما متحرك ودائما موجود، إحنا مسؤوليتنا إن نجيب حل سياسي. هذا الحراك هو أساس إن نأتي بحل سياسي، حل سياسي يطمئن لكل الناس
يتفاعلون إياه كل الناس، يعيشون بسلام كل الناس، ويستفيدون منه كل الناس، كل البحرينيين يعني بلا استثناء. فإحنا عنوان هذا العنوان إن إحنا وش استعدينا وش بنسوي، مو إحنا اللي داعين إليه. النقطة الثانية في هالموضوع، إحنا مبدئيا واضحين مع كل حراك سلمي للشعب، طالما أن مطالب مشروعة والمطالب ما تحققت، نحن مع كل حراك سلمي. لابد، هل لابد أن إحنا نشارك في هذا الحراك؟ هل لابد أن إحنا نقول روحوا في هذا الحراك؟ لا، هذا مو هذا الواجب علينا، بس إحنا كمبدأ أن أي حراك سلمي روح فيه. نصيحتنا يمكن في المستقبل نتشدد بعد، إن الابتعاد عن العنف، يمكن نتشدد يعني وش يعني، نكون بعد ما في بعد عنف، يعني عنف ما نقول بعد ننصح ونحفز وما شابه، الحين يعني مصلحتنا في البحرين أن نبتعد 180 درجة، وهذا كلام سمعت آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، عن العنف بأي عنوان، ما يخدمني. لا تقول لي الدفاع المقدس، كل العناوين على راسي واحترمه وشرع وما شاء. انت طالع الصورة الإجمالية وكيف روحك مع الصورة الإجمالية. لعلنا احنا في ذكرى الإمام الحسن عليه السلام، يقولون لا يا مذل المؤمنين يا ما شابه، ان الإمام الحسن غير، انا ما احاول اسقط، بس في كل ظرف وكل زمان في له ادواته، والأئمة عليهم السلام تكامل يعني وحدة هدف وتكامل أدوار. ففي الدور اليوم مطلوب إنه يستشهد، في دور مطلوب إنه يصالح، مطلوب منه عملية سياسية معينة، مطلوب منه شيء معين، مطلوب منه ثقافة، مطلوب منه ما شابه. لا نجي ونقول إن الفكرة يجب أن تطبق في كل مراحل الصراع وكل مراحل النظام، والله إحنا جبناء وخايفين وما شابه. لا، في كلمة يمكن يقولها الواحد مثلا، مصطلح القبيله تقولها، يقولها شخصيات معينه، ان شاء الله كل الناس يقولونها، بس في ناس اشخاص معينين ما يقبلون لان لها تاثير، ومصطلح واحد. في مصطلح تعرفونه انتون، شعار تعرفونه، لو يقولون العالم كله ما يعني تاثيره، غير لما يقوله اشخاص معينين. يحتاج اغششكم بعد ما يحتاج. ففي امور احنا نحاسب اليها، مو خوف. احنا خوفنا على هال البلد، يعني تكليفنا ان نجتهد. الان صارت قدرنا ان احنا نستشهد، اذا الله رزقنا الشهاده بعد عنوان الشهاده، هذا عنوان زين، يمكن نموت على سريرنا، ما احد يضمن يعني. اللي يخاف من الموت وش درانا الحين يطلع ما يموت من غير وسمونه. انا اقول لكم بس من باب اللطيفه، لو زيت من وقتي مو وقتكم ساعات، ها بعد في حسوالي اخر شيء اقول، ساعات ان احنا في الشارع ونقول ما نبى نموت في حادث سير في بريطانيا، والله في محل، فإذا نبى نموت نروح البحرين يعني نستشهد أحسن. في شباب ميداني، في متحمس، كلهم واحد ثوريين، ثوريين وهم بعد افاقيين وحقاويين، كلهم ثوريين ما علينا من عناوين الفرعية. تفضل. فشنو الرسالة اللي توجهها؟ اوكي، فعموما العنوان هو عنوان السلمية لعناوين واجد، عنوان ديني، عنوان وطني، عنوان سياسي، عنوان مصلحة، عنوان قدرة، في كل الأبعاد إذا بتجي تحللها. وأنا مستعد أجي يا أي واحد يناقشني في كل هالعناوين، ومنحطط ورقة ونقول أي أفضل لنا بهذا العنوان أو ذا العنوان، سواء كان الرد، الدفاع، الغضب، يعني استمرار الثورة، كل العناوين مستعدين نناقشها في ورشة مفتوحة، في ورشة مغلقة، ما عندنا مشكلة، وإحنا يا نقتنع يا تقنعونا. فهذا العنوان العام، إن الحركة إذا كانت ثورة ملك لكل الشعب، فعلينا ان احنا بعد مثل ما نقول ما نحكر على احد الشعار، علينا ان نحكر على احد الآلية. فما يصير ان انا اخذ الثورة اذا كانت لكل الشعب وابي احقق منها مطالب لكل الشعب اخذها في اتجاه معين، لازم نشوف اللي يجمع عليه الناس. وعادة اذا احنا نتكلم عن نبى نبني دولة شراكة، وهذا مطلبنا اساسا من الثورة، ما يصير مقدمة إلى هذه الدولة اللي فيها شراكة وديمقراطية يصير فيها ديكتاتورية، فكل واحد يقول رأيه بس،
وأنا ما علي منكم وأنا أقول لكم ما علي منكم، ما تصير هذا الكلام. لازم فأختم بذا العنوان: الثورة يجب أن تحتضن مفردات مهمة لهاي الثورة. في واحد يطلع في الشارع، في واحد يشيل الميكروفون والسماعة، في واحد يشيل علم، في واحد يصور، في واحد يرسل على تويتر، في واحد يغرد، وفي واحد يحامي يدافع عن الناس اللي بينسجنون، في واحد سياسي يفاوض، وفي واحد يروح يتكلم ويا الغرب، في واحد حقوقي يوثق. هؤلاء كلهم ثوار. ما في واحد اللي يطلع في الشارع هو ثائر، واللي قاعد يكمل هذا الشغل زينب عليها السلام إذا ما في هذا الإعلام وما في تكملة الثورة. يمكن واحد يقول لي لا، بعد زينب مو ثائرة، أحد يقدر يقول إن زينب مو ثائرة، ما حملت سيف. ولكن هذا كله عنوان الثورة. إذا منفصل إن لا، اللي الثائر هو اللي يطلع وبآلية معينة، والباقين من انسداحيين ما انبطاحيين ما أدري، لا إحنا ضعفنا روحنا. الدولة اليوم تجمع السلطة، مو الدولة، السلطة اليوم تجمع كل أي مكون يضرب فيك، كاتب، واحد غربي يدفعون له يكتب، برلماني من برلماني مثل ما يدافعون عنك، في برلماني يدافعون عنك، كلهم يشكلون مظلة، مؤسسات حقوقية ما شابه، كلها مستخدمتها السلطة ضدك، وانت قاعد هني تقول لي انت فلان حق، وانا وفاء، وانا وفاق، وانا ثوري، وانت سياسي، والسياسي غير الثوري، وانت خايف، وانا شجاع، وضيعنا روحنا على هالعناوين. ورد اكرر، واحد يقول لي انا يطلعون وراي 1000، وانا لين دعيت يطلعون ما ادري مليون، وانا اللي احنا اللي مستمرين، واللي مسوين كل ليله، وانتم تسوون كل اسبوع، وهذا ما لا كنا نكمل بعض. احنا مقدرتنا نسوي فعاليات اسبوعيه، انت مقدرتك تسوي ليليه، هذا الثوره. الثورة أن تحتضن كل الناس بكل التلاوين، عندهم هدف واحد. الآن نختلف في الشعار، نختلف في المطلب، إسقاط، إصلاح، ما شابه، هذه تبقى تفاصيل الآن ما نقدر نتغلب عليها، بس يمكن نحتاج أن نتغلب عليها على أساس نكون وحدة واحدة ونقدر أن احنا نتقدم. مثل آخر شيء، يعني مثلا الآن في تمرد مصر أخذوا خريطة الطريق وخلوا الناس توقع عليها، وأن هذه خريطة الطريق اقتنع بها كثير من المصريين لظروف معينة، وأجمعوا عليها وضغطوا على الجيش أو ساعدهم الجيش أو أي عنوان، الجيش تدخل بأي عنوان، وجابوا المؤسسة الدينية الإسلامية والكنيسة وقيادات المجتمع. هذه الحركة، هاي الثورة، ذكاؤك أنت شلون تجيب كل المكونات وياك وأهدافك وتحقق هذه الأهداف. وسامحوني أقول بكل صراحة، الغباء أني أنا أقول أنا ثورة بس سبي على كيفي، واللي يبي يجي جاي يجي جاي، واللي ما يبي يجي جاي كيفه، واللي يبي يقتنع يقتنع، واللي ما يبي يقتنع كيفه، واللي يبي يساعدنا من الدول الخليجية أو الدول العالمية كيفه، واللي ما أدري بيطلع بيان ضدنا والله إلينا كيفه. أنت ما تقدر تدير ثورة كذي، ما حد سوى ثورة كذيها. ثورة لازم لها مقومات ولها عناصر قوة ولها كيف تجذب الآخرين وياك ويدعمونك على أساس أن تحقق أهدافك. إذا ما فكرنا بهالانطلاقة وهالانفتاح، أعتقد أن احنا بيطول علينا الأمد، لأن في إرادة إلهية أن كل هالمنطقة تتغير. بدأت في تونس شرارة وكان لها مقدمات سابقة، ولكن المنطقة جاية على تغيير، والشعوب هي التي ستحكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.